الآن يا أبطال سنطبق استراتيجية الشيخ الصغير، تسميع الآيات من الآية 21 حتى الآية 25. تفضل يا زيد. من أول الآية 21. ثم ماته. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقد ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا. باش تفضل. ثم أماته. ممتاز. تفضل يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إن صببنا الماء صبا. بارك الله فيك. حافظ يا سالم. تفضل يا سالم. انظر إلي. ثم أماته فأقبره. تفضل يا تركي. أحسنت. تفضل. ثم أماته. لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا. أحسنت. تفضل يا عمار. ثم أماته فأقبره. كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. بارك الله فيك. مش قلت لك هدوء بدل المرة 10؟ مش قلت لك هدوء؟ تفضل يا عمار. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. أحسن. تفضل يا إبراهيم. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. أحسن. تفضل يا أحمد. إن مقضينها لعب. تفضل يا عبد الرحمن. إن صببنا. ثم اللي بيلعب وقفل المصحف والمعلم قال له 10 مرات افتح المصحف يا عبد الرحمن ومقضيها لعب استحالة يسمع. تفضل يا سعود. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما
يقضي ما أمره فلينظر الإنسان الإنسان إلى طعامه أن صببنا ماء صبه. أحسنت يا سعود، بس تراجع عليها شوية. أنت عارف أنت بتمشي وقت القرآن، لازم تراجع. انتبه يا عبد الرحمن، تفضل يا ريال، انظر إلي يا ريال ثم أماته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقرأ من النص، يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أماته بس يا سعود. ثم أماته فأخبره. وإذا ثم إذا شاء أنشره. كلا ما ينفع كده يا ريال، ما ينفع، لازم تراجع تاني يا ريال، لازم المراجعة. أنت راجل شاطر، بس تراجع، تهتم شوي، ماشي؟ تفضل نسمع بقى الشيخ سلطان. وليه ما انت حافظ 25 زي زملائك؟ يعني عمار ده احسن منك؟ ها؟ ابراهيم احسن منك؟ وعندهم عقل وانت ما عندك؟ لهم عينين وانت ما وانت ليس لك؟ ولا انت عندك زيهم؟ اقول لك الفرق بينك وبينهم ايه سلطان؟ انت بتقضيها لعب. ما ينفع يا سلطان. ماشي؟ يلا سمع لي من 1 لـ10. اقفل بقى، مش انت حافظ؟ يلا. كمان من القرآن؟ ما هذا ليس حفظ يا سلطان، ده اسمه تهريج. وبعدين بتاخد إشعار، ما تزعل مني. تفضل يا مراد. يلا. ثم أماته فأكبره. علي صوتك. ثم إذا شاء. أن. أنشره. كلا لما. يقضي. لا ما انت حافظ يا مراد، لازم تحفظ الايات في البيت، ماشي؟ حد لسه ما سمعش؟ طيب الان ساسمع تسميع جماعي. يلا. ثم اماته فقلب الحصة وبتاكل، كيف تحفظ؟ حرام عليك يا أخي. فلينظر الإنسان إلى أن صببنا الماء أنا أريد شيخا يرتل لي الآيات ترتيلا بترتيل. تفضل الشيخ عمار، ترتيل. عاوز الشيخ المحسني، الشيخ الحزيفي، أي شيخ على مهلك. يلا. يقضي ما أمر فلينظر الإنسان ما أمر إلى طعامه. زي عبد الرحمن كده بيأكل في حصة القرآن، هل هذا يجوز؟ هل هذا طالب يقدر القرآن الكريم؟ ما يقدر القرآن، ما ينفع، لسه جاي من فسحة أولى وفسحة تانية ويأكل في الحصة. تعال يا عبد الرحمن، روح للمرشد، قل له، ودي أحمد للمرشد، قل له بيأكل في حصة القرآن. تفضل من الشيخ الثاني، شيخ سعود. تفضل يا شيخ سعود، ترتيب. أعوذ بالله من الشيطان. سيبوا الوقت. فلينظر الإنسان
أن صببنا الماء صبا. بارك الله فيك، نكتفي بهذا.